تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تنظم وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية من خلال الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات الطبعة 9 للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات سيبا 2024 من 8 إلى 11 من فيفري 2024 بمدينة وهران، بالشراكة مع مركز الاتفاقيات محمد بن حمد تحت شعار معا من أجل أمن غذائي مستدام. الراعي الرسمي للطبعة مجمع اتصالات الجزائر.